أنا بدي شد دايتي فورا، هلأ فورا. ما تصرخي، بدي صرخ. لا صرخ. اللي كانت مفروض تجي الدكتورة إبرو، أنتي ليش إجيتي؟ لأنها مريضة، فقلت بشتغل بدالة لأنقذ المصاب. طالما حضرتك جاي تنقذ المصاب فتفضل اشتغل. اللي مين أنت؟ الشخص اللي جوا مين؟ ما رح أعمل شيء قبل ما أعرف. واضح إنه ما عندك جواب مقنع لحتى تقلي إياه، لهيك ما رح شارك بهالمهزلة. أنا رايحة فورا. شو هاديا؟ دكتورة، دكتورة، إذا رحتي أبي رح يموت. هاد أبوك؟ عن جد؟ بس واضح إنه عمره صغير. بالضيع بيتزوجوا على بكير يا دكتورة، كأنك معايشة بهالبلد وما بتعرفي عاداته. ليش هو هون لك؟ ليش حضرتك ما أخذت أبوك على المشفى؟ ابن أخي عمره 14 سنة بالغلط قوص عليه، لهيك ما فيني أخده على المستشفى. إذا رحنا الشرطة بدها تحقق، ممكن ينسجن الولد، وأنا ما بقبل بهالشي. معقولة تروحي وتتركي أبي بهالحالة؟ سرقت سيارة الإسعاف؟ وكيف عرفت عن إبرو؟ اللي قرايب بنفس المشفى. مين؟ مين ما كان يكون، أبي بحالة خطرة كتير وأنت عم تحققي معي. رح تعملي العملية وتنقذي من الموت ولا ما بدك؟ ولا القسم اللي أقسمتي وقت تخرجتي ما بيعني لك شي يا دكتورة؟ وقت مات بابا كان عائلي وما كان في دكتور يساعدنا، فهمت؟ لو ما كنت ضايقة وبعرف منيح هالألم، كان ولا حدا ممكن يخليني واقفة وعم حاكي. حتى أنت ما تقدرت بعد من وجهي أنت. ابن خالتي شو الوضع؟ خير إن شاء الله؟ لشو عم تمثل عليها؟ اوعك توقعنا بورطة. المهم هلأ آدم يضل عايش، هلأ خليها تعالجه وبعدين أنا بتصرف. حضرتك دكتور كمان؟ أنا طبيب بيطري. طيب ما هيك فيك تساعدني بالعملية؟ من وين جبتوا كل هالأدوات اللي موجودة هون؟ نحن كل الوقت منكون جاهزين. أنت اللي ضمت له الجرح؟ إيه أنا. على كل حال النبض عم ينخفض، لهيك لازم نتصرف بسرعة ونطالع الرصاصة. بدي أنقذ أبوك ماشي؟ رح أعمل كل شي ليعيش. إيه إن شاء الله. نحن ما فينا نغير القدر، بالأخير المكتوب رح يصير. بس المفروض إنه يكون عنا أمل وما نستسلم. أنت ما بتعرف قديش بيكون إحساس صعب وقت الواحد بيفقد أبو فجأة. الله يقويكم. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام أخي. صحتين بس مو منيح. طيب الشاي أمرك. الصبح ها. الله يعطيك العافية علي. الله يعافيك. تمام، كيفك انت؟ حمد تمام. قلت لها عندك شيء أكلي طيب لهالشاب يا علي؟ بعطيك ثلاث طابات. ايه ثلاثة على طول. بدك ثلاثة ها. تفضل، هاي المصاري هون عمي علي. شكرا لك، الله يرزقك. لك يعطيك العافية. يلا حبيبي هات بوسة، أنا بدي أشوف الزباين بالمحل. حالي بسرعة ها. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. صحة أخي أحمد، كيفك؟ يعطيك العافية. يا ولد، قال هون في محل لحلاق اسمه نجدت أصلان، تعرفه؟ طبعا، هو بيكون أبي، هداك هو. أنت نجدت أصلان؟ أنا بذاته. خير أخي.
بابا. بابا 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 رد علي بترجاه، ساعدونا، حدا يجي يساعدنا. بابا بابا لا تموت بترجاه، بابا لا تموت ماشي. بابا بابا لا تموت بترجاك، رح تكون بخير. بابا بابا لا تموت كرمال الله. حدا يطلب الاسعاف يا شباب. بابا اطلبوا النجدة يلا بسرعة. بابا كأنه اجت سيارة اسعاف. ما انتبهت ست يتار. اسمعيني منيح هوليا، انا ما عم ادفع لك راتب مشان ترتبي الشراشف وتعملي لي كاسة شاي وبس، عم تفهمي؟ عيونك بتضل مفتحة دائما. انا اسفة سامحيني اذا ما بتضلي عم تلحقيني على الدعسة، فيكي تعملي اللي بدك اياه بسهولة، هيك بس فيكي ما تخسري وظيفتك عندي. الحق معك، انا بعتذر. فرهاد اهلا وسهلا، خير ان شاء الله؟ ليش جاي على المزرعة؟ وسيارة الإسعاف لمين جبتها؟ طمني شو الموضوع؟ لا تقلقي، كل الرجال بخير وما فيهم شيء. معناها جاي تطمن علينا أو جاية لأنه اشتقت لنا؟ ما عندي وقت للحكي بنوب. الحق معك ابني، مشاغلك كتيرة، أنت عم تركض كرمال الكل. السيارة صارت برا، ما نكون رايحين. لوين؟ على القصر، خالي عم ينتظركم، جهزوا حالكم مشان ما ندخل. رح نروح فورا يا أخي؟ إيه فورا، خالي عم يستنى، استعجلوا شوي. ليش المفروض نروح بهالسرعة؟ لسا بكير على الحفلة ومانا مضطرين نروح من هلأ. أنا خبرتك من قبل إنه وقت بقول شي لازم تعمليه. اليوم غير وضع، لأني متخانقة مع خالتك هاندان، صار لي شهرين ما دعست بيتهم. اليوم وافقت لحتى ما يزعل خالك نامق، بس قلت بروح دقيقتين وبرجع. مو مشكلة، المهم إنك تروحي. لقيت اللابتوب؟ لا ما لقيته، دورت بكل مكان بس ما قدرت لاقي له اي اثر. في بالقارب كاميرا، شفت التسجيل شي؟ احتمال انه يساعدنا. ما قدرت، لازم نأمن حدا بالمينا. خلينا نأجل القصة لبكرة. لا حلها هلا. آدم كيف صار؟ لساته بالعملية، صار له سنين عم يشتغل معنا، كيف عمل هيك بالأخير؟ خبرك لحساب مين عم يشتغل؟ لا، انصاب قبل ما يحكي شي. في شي مرشح للوزارة من ورا هالقصة اللي صارت، أو يمكن الوزير الحالي ظافر. طيب بيتجرأوا يتورطوا معنا؟ قبل لا، بس يمكن في شي تغير. على كل حال أنت هلأ روح على الشركة، الشحنات تبع المساء عندك. طيب رايح، بس لحتى أخذ نفس.